قسم بيخدم منطقة من المناطق الكثيفة سكانيا، بيخدم مناطق صحنايا والأشرفية وداريا أو المجمع الصناعي من القدم بورسعيد حتى بناية الكويتي، بالإضافة للسبيني. عدد المشتركين حوالي 111 ألف مشترك حاليا على حسب آخر دورة صدرت عنا. بسبب الحرب اللي صارت والوضع اللي مر فيه البلد وتلبية الشباب لنداء الواجب والتحاقهم بالخدمة العسكرية، صار عنا نحن نقص بالكادر الشبابي العامل. فمن باب أنه تكون نسد النقص اللي صار عنا، أو من باب الاستفادة من الكادر النسائي اللي موجود، وأنه من منطلق المرأة جنبا إلى جنب مع الرجل في ميادين العمل، تم حاليا تكليف العنصر بعض من العنصر النسائي العاملات الموجودين بالقسم بمهمات التأشير لعدادات المشتركين ومهمة قطع التيار. وهلا حاليا نحن عنا تجربة مطبقة بضاحية 8 آذار على الدورة اللي حاليا بدأت تأشر. الصبايا أخذوا دورة عنا من المؤشرين الموجودين من رئيس شعب التأشيرات حوالي شهر. كنت أعمل بمجال التأشير وهلا انتقلت للعمل بمجال الطوارئ، صيان شبكات وأعطار. هلا نحن بالفترة الأخيرة نتيجة النقص اللي صارت عنا بالكادر الشبابي والمتوفر اتجه لأعمال الصيانة بحكم هالظروف والضغط اللي عم يصير، إنه نعوض هالنقص بالكادر النسائي المتوفر عنا. صرت مؤشرة هلا عن جديد، طبعا بناء على رغبتي أنا أولا، وتاني شغلي إنه انطلب منا هذا الشيء لأنه كان في نقص بالعدد الذكوري طبعا بهيك مجالات. جربنا لقينا هالشغلة كتير حلوة وسلسة، وعطينا هاي الفكرة للناس اللي حوالينا، قلنا لهم طب نحن منجرب، وبالفعل يعني حتى لقينا قبول، يعني انه صار في تشجيع من اللي حوالينا انه اي شغلة حلوة. عمل جديد يعني انه هذا العمل اللي بيخص الذكور ما بيخص الإناث يعني، بس نحن هذا خضنا هاي التجربة جديدة لنشوف، يعني نكون ايد بايد مع الرجل، لنكون مع بعضنا بايد وحدة. كان في خوف من انه نجي نكون بهيك مرحلة، بس تعلمنا يعني طريقة. الحمد لله مبسوطين، يعني ما في منه دوام، وممكن كنا متوقعين انه صعب.